نختم مشاهدينا الكرام بهذا الخبر الدولي حيث نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ان يكون قد تاثر برحيل زيد الدين زيدان لدى اتخاذه لقرار مغادره ريال مدريد رغم انه كان يحبه كثيرا كمدرب وكشخص معتبرا بان التحاقه بجوفنتوس الايطالي راجع الى حبه لتحديات جديده كما فتح النار على رئيسه السابق فلورنتينو بيريز وقال بانه لم يكن يشعر بالراحه ولم يكن يحس بانه مرغوب في الفريق خاتما حديثه بانه وميسي الافضل وان ما فعله لم يسبق وان فعله اي لاعب بالنظر لبقائهما في القمه لازيد من عشر سنوات